طرابلس 8، الزمالك في التعادل حتى الآن 6 نقاط، كابس يونايتد 4 نقاط. شوقي سعيد، شوقي يعني تعادل فترات ثم مشاركته يعني في اللقاءات الأخيرة، ولكن من لاعبين مميزين يحتاج وقت أطول من كده. أدي أمامنا روزيكي اللي سدد الكرة الخطيرة، يطلع على طول، أدي الونش خطرة جدا، شوقي السعيد والكرة الحائرة والهدف في هذه اللقطة، الكرة الحائرة واللاعب بافون بادزي يسجل الهدف الأول هنا في هذه الكرة وفي هذه اللقطة. بافون بادزي يعطي الأمل هنا في هذه اللحظة ويسجل هدف التقدم لكابس يونايتد بعد هذه الهفوة الدفاعية. بافون بادزي سجل في مرمى أهل طرابلس من ركل الجزاء، وسجل في اللقاء الثاني أيضا. وأدي أمامنا هنا، شوف الونش، أدي أمامنا شوقي السعيد، بافون بادزي اللي قاتل على الكورة، وأدي أمامنا الكرة تصل هنا في عمق الدفاعات، الكرة الحائرة، وبافون بادزي يعني وحيدا هنا تصل إليه الكرة السهلة. مشكلة عدم التركيز في التغطية الدفاعية، موقف دفاعي سهل مش صعب. كرة اتشالت وراحت ورجعت، وبافون بادزي هو اللي يصطادها ويسجل هدف التقدم في مرمى نادي الزمالك. عليك 5 نقاط، مجموعة يعني فيها احتمالات كثيرة، فيها أمور كثيرة، لكن نادي الزمالك يرغب اليوم في هذه المباراة في تحقيق الفوز أو الوصول إلى التعادل. استنلي أمامنا متقدم كابس يونايتد، أدي واحدة من أيمن حفني، حكاية رواية وتسديدة، واستنلي يضيع، لف يخش يا شيخة، الهدف يأتي، أيمن حفني، يا حفني تعملها كده يا حفني، تزعل منك الناس يا حفني، أنت حرام تقعد يا حفني، حرام أيمن حفني يا جماعة. هي لمسة واحدة، لا لاعب يلعب 90 دقيقة 180 دقيقة، أيمن حفني واحدة بس، واحدة حكاية لستانلي، وستانلي المرة دي يسجل، ترتطم في بروسبر ويحاول عليها المدافع، ولكن كرة ستانلي كرة التعادل للزمالك، وحاول عليها جاستس يانجانو، ولكن الكرة إلى الشباك، هدف التعادل من صناعة المايسترو. غاب المايسترو فغاب الإيقاع. لحظة ممرر محمد ناصف، لم يكن حسام باولو في وضعية تسلل، سدد الكرة الوحيدة اللي جات له في وضعية المحببة ليه كمهاجم وهداف، هدف ملغي للزمالك صحيح في الدقيقة 74 بداعي التسلل الغير صحيح، خطر جدا هذه الهجمة، وادي أمامنا اللي خطير يا راجل، حرام عليكم مش معقول، الأخطاء المتكررة، برايان أميديو بيسجل في هذه اللحظات هدف التقدم في الدقيقة أمامنا 75. الدفاع الزملكاوي هنا فين التغطية؟ فين الكرات؟ الكرة الراجل مشي براحته قوي وسلم أميديو وأحمد توفيق في اللقطة الماضية، مفيش تغطية دفاعية، وبراين أميديو بقى جات له عليه على القدم المحببة وأسكنها الشباك عشان يتقدم كابس يونايتد بهدف تقدم. بص حضراتكم هنا وسط الملعب، ريكو مش لاعب وسط مدافع، وادي امامنا هنا تمن، طبعا غالي النهارده دفع نادي الزمالك يعني الاختيار التشكيله لم يكن الاختيار الامثل. وادي امامنا هنا براين اميديو، والكره صعبه المره دي، وصلت للراجل براحته جدا وبالقدم اليمنى قويه في مرمى احمد الشناوي عشان يتقدم كابس يونايتد 2-1. دفاع غير متفاهم، ودفاع هنا امامنا معروف يحاول، معروف ويعدل ويسدد ومعروف، لكن امام تكتل، لسه الفرصه قائمه، وادي امامنا التدخل ومقطوع الكره، احمد توفيق وممكن انطلاقه وممكن هدف ثالث عن طريق اللاعب براين اميديو، فس احمد توفيق فيها، خد توفيق في اللقطه الماضيه اللي ما عندوش اي نوع من التوفيق ليسجل براين اماديو الانتصار الغالي جدا لفريق نادي كابس يونايتد نادي الزمالك. وابناء نادي الزمالك النهارده لا يستحقوا الا الخساره، لا يستحقوا الا الخساره، الاداء الهزيل والاخطاء المتكرره وغياب الروح. نادي الزمالك مش فانيلات، نادي الزمالك طول عمره لعيبه ونجوم، نادي الزمالك عمره ما كان فانيلات، خطأ
كبير في مباراة اليوم يدفع ثمنه جماهير وعشاق نادي الزمالك، وهدف يأتي هنا بمثابة رصاصة الرحمة. بص أمامنا توفيق حيران مش عارف يعمل إيه في اللقطة الماضية، يعني على الأقل اعمل فاول اعمل أي حاجة، لكن أمامنا هو براين أميديو سجل هدفين بأخطاء كارثية في مباراة اليوم، مباراة لن ينساها عشاق ومحبي كابس يونايتد، لن ينساها لويد شيتيمبوي لفريق لا يريد أن يلعب في ظل عدم حصولهم على حقوقهم المادية، في حين لاعبي الزمالك تسمع أرقام 8